عليكم وياكم محمد الحداد. بهذا الفيديو راح نحكي عن هذه الشاشة اللي ورايا، شاشة TCL اللي بصراحة أول مرة أجرب منتج من منتجاتهم، يعني مجرب قبل شاشات هواي بس هذه أول مرة أجرب شاشة من TCL. طبعا اسم TCL مو جديد أبدا، فهي من أكبر الشركات بالعالم اللي تصنع سمارت تي في أو تلفزيونات الذكية، وهي بالمرتبة الأولى في الصين. شاشة اللي ويانا اليوم هي TCL C735 QLED 4K بحجم 55 إنش ومع تقنية الكوانتوم دوت. هذه الشاشة رسمياً بأسواقنا بالسوق العراقي راح تكون بسعر $670. والسؤال المهم بداية هذا الفيديو، لمن موجه هذه الشاشة بالضبط؟ وبصراحة رغم أنه هي متعددة الاستخدامات بشكل كبير، بس أشوفها موجهة للجيمرز بشكل أكبر. ليش؟ لأنه هذه الشاشة ببساطة راح تكون بتردد 144 هرتز، راح تدعم منفذ HDMI 2.1، والرهيب أنه راح تكون مع تقنية الفري سينك من AMD للجيمينج. فكل هذه العوامل توحي لك أنه هذه الشاشة موجهة لموضوع الجيمز، وحتى تاخذ تجربة ممتازة في الألعاب، سواء كنت تستخدم Xbox أو بلاي ستيشن أو حتى PC، ممكن أنه تستخدمها كمونيتر ولو أنه حجمها راح يكون كبير قياساً بمونيتر. مع ذلك هذا الشيء وارد، ليش لا؟ وحتى نتأكد أكثر أنه هذه الشاشة للاعبين بدرجة كبيرة، فTCL ضايفين هنا شيء بالسوفتوير اسمه Game Master، بحيث هنا يكون عندك إعدادات ومميزات تقدر أنه تخصصها خاصة وحصرية للاعبين وتجربة الألعاب. فالأفضل أنه تربط البلاي ستيشن أو الأكس بوكس، وبعد ذلك راح يتفعل هذا المود، وراح يمكنك أنه تعرف الـ FPS مباشرة بحيث تعرف عدد الإطارات بالثانية على الشاشة. أيضا تقدر أنه تفعل ميزة الـ VRR أو هي الـ Variable Refresh Rate، بحيث معدل تحديث الشاشة يكون مطابق لمعدل الإطارات، فتشوف الصورة سموث طول الوقت، بحيث تتكيف الشاشة مع عدد الإطارات المعروض من 48 إلى 120 هرتز. وأيضا تقدر أنه تفعل وضع Low Latency، بحيث زمن الاستجابة سريع جدا يكون أو زمن تأخير لا يذكر. هذا الشيء مفيد أثناء الألعاب، خصوصا ألعاب الشوتر الأونلاين، والجيمرز يعرفون هذا الشيء كل الزين، بحيث يكون عندك رد فعل سريع ومع Latency قليل جدا. الآن بالنسبة الشكل الخارجي للجهاز، فما عندنا هواي اشياء تنقال الا يمكن بموضوع الستاند او الحامل للشاشه اللي مختاريه، فهو انيق جدا، راح يترك مساحه حلوه على الجوانب عكس التلفزيونات اللي تكون بارجل من الطرفين. حواف الشاشه وابعادها هنا متناسقه ومستغله بشكل ممتاز، شكل عصري وراقي، ونشوف شعار TCL موجود بالطرف الاسفل بالنص، وايضا نشوف على الطرف شعار ثاني وهو الاونكيو، بحيث اونكيو هي شركه يابانيه مختصه بالصوتيات، فالسماعات اللي موجودة هنا بالشاشة من هذه الشركة، وسماعات هنا تجربتهم روعة. عندك هنا تقنية الـ DTS ومع السبوفر اللي موجود مع الـ 2 channel. الصوت اللي طالع من هذه السماعات حقيقة قوي، وما أعتقد أصلاً أنه تحتاج إلى ساوند بار مع هذه الشاشة. مع ذلك إذا كنت مصر، فTCL عندها مجموعة من الساوند بار في حال حاب أنه ترفع الليفل بالنسبة للتجربة الصوتية. بالنسبة للمنافذ هنا بظهر الشاشة، فراح يكون عندنا مجموعة منافذ، أهمها هو الـ HDMI 2.1. فهنا عندك أربع منافذ HDMI، واحد فقط راح يكون 144 هرتز وواحد 120 هرتز ومنفذين مع 60 هرتز. طبعا لازم تتأكد انه تستخدم المنفذ الصحيح، وبنفس الوقت تستخدم كيبل HDMI 2.1. هذا الشيء مهم جدا، لانه ما راح تقدر انه تستغل كل المميزات اللي ذكرتها الخاصه بالجيمرز الا اذا استخدمت احدث انواع الـ HDMI اللي هو الـ HDMI 2.1، بحيث هذا الكيبل راح يقدم سرعات عاليه جدا في موضوع النقل. وبنفس الوقت اكو اعدادات ثانيه مهمه بالشاشه لازم تسويها، اعدادات خاصه بمصادر الادخال حتى تستفاد من كل ميزه خاصه بالالعاب والجيمز على هذه الشاشة. TCL كشركة فهي موجودة بالعراق بشكل رسمي، وهذه الشاشة راح تكون مع ضمان 3 سنوات، واكيد هذا شيء ممتاز. الشاشة راح تدعم الدولبي فيجن مع الـ HDR10+ ومع دولبي اتموس بالنسبة للصوت، وراح يكون عليها نظام الجوجل تي في بالمسمى الجديد. ويا الشاشة راح يجي 2 ريموت كنترول، واحد كبير وواحد اصغر، عليهم الاختصارات المعتادة لاهم التطبيقات يوتيوب، نتفليكس، وامازون برايم. والحلو انه هذه الشاشة رسميا راح تدعم الاير بلاي والهوم كيت من ابل، ف اذا عندك ايفون ما تحتاج كيبلات وهوسة وتروح تدور على قطع حتى تبث شاشة الايفون او الايباد على التلفزيون. كل اللي عليك انه تعرف ايفونك على الشاشة وخلاص، راح تستخدم الاير بلاي بشكل لاسلكي وبشكل مباشر
بدون كيبلات وتعرض شاشة آيفونك على الشاشة مباشرة. أخيرا وليس آخرا، فالسي 735 حسب تجربتي أشوفها أكثر من رائعة بالنسبة لسعرها. درجات الألوان اللي تحصلها، التباين اللي موجود هنا، زوايا العرض بيها ما لقيتها تسبب لي مشاكل. استخدمتها ويا أكثر من جهاز وبأكثر من استخدام، جربتها على الكاميرا الخاصة بالقناة كمونيتر، استخدمتها ويا البلاي ستيشن، جربتها ويا الستلايت العادي، وأكيد جربتها على منصات مثل نتفليكس وشاهد وأو أس إن. الصورة اللي دا تطلع منها راقية جدا. نعم أنا ما أتكلم هنا عن شاشة OLED لأنه نعرف أسعار شاشات الأوليد، بس منو بالسوق اليوم يقدم نفس هذه الخلطة والمميزات بهذا السعر؟ كأول تجربة لشاشة من شاشات TCL أشوفها تجربة ناجحة. كتبوا لي رأيكم أسفل هذا الفيديو إذا عندكم أي أسئلة حول هذه الشاشة، إن شاء الله راح أجاوب عنها أكيد. وطبعا تابعني على يوتيوب، إنستغرام، تيك توك، كل رابط موجود أسفل الفيديو. تحياتي، أخوكم محمد الحداد، في مالا.